السوق المصري وكل ما يهم السوق المصري، البضائع اللي كانت متراكمة في الموانئ وأثر ده على الأسواق المصرية. الحكومة المصرية بتتابع بشكل كبير يعني هذه المسألة، والنهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع عقده مساء اليوم إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة المتبقية في الموانئ، وقال رئيس الوزراء إنه الاجتماع النهاردة لمتابعة خطة جديدة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وده طبعا بهدف انه نسرع عمليه توافر السلع في الاسواق، وكمان تنسيق كبير ومتابعه مستمره من قبل الحكومه مع القطاع المصرفي لهذا الملف اللي بالتاكيد يؤثر على حياه الناس بالدرجه الاولى، وده طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. وخلال هذا الاجتماع تمت الاشاره الى انه من 1 ديسمبر ولحد 23 ديسمبر الجاري هذه الفترة شهدت الإفراج عن حوالي بقيمة 5 مليارات دولار بضائع كانت موجودة في الموانئ وتم الإفراج عنها، وده يعني من إجمالي بضائع بقيمة 14 مليار دولار. كان طبعا في تراكم بالموانئ منذ أزمة بداية تراكم البضائع داخل الموانئ. حجم البضائع المتبقية دلوقتي النهاردة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 قيمته تقريبا 9.5 مليار دولار. وضعت الحكومة خطة بالتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة اللي جاية. في ختام هذا الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع هتكون للسلع الغذائية وأيضا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وقال رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع اللي سيتم الإفراج عنها. جهود كبيرة بتتعمل من قبل الحكومة المصرية في هذا الصدد، وحول هذا الموضوع بينضم لنا دلوقتي على الهاتف سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير، ويعني لو حضرتك تقول لنا مزيد من التفاصيل عن طبيعة البضائع اللي سيتم الإفراج عنها، وهل هناك خطة زمنية لإنهاء هذا الإفراج الجمركي؟ مساء الخير أستاذة هدير. النهارده الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء هم اجتماعين لمناقشه موضوع الافراج عن السلع في الموجوده في الموانئ المصريه. ده كان احد الموضوعات او القضايا الشائكه خلال الفتره الماضيه. صحيح. والمنتجين طبعا كان لديهم كل الحق، كان لديهم مستلزمات انتاج موجوده في الجمارك تنتظر توفير الاعتمادات او الموارد الدولاريه للافراج عنها. النهاردة تم الإعلان عن رقم مهم جدا، هو رقم 5 مليار دولار من السلع تم الإفراج عنها خلال فترة لا تتجاوز 23 يوم. يعني اعتبارا من 1 ديسمبر الماضي لغاية 23 ديسمبر تم توفير موارد دولارية للإفراج عن 5 مليار دولار من السلع والبضائع. ده أسهم في إيه؟ ده أسهم إن إحنا يعني قل المستوى البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية من 14.5 مليار أصبحنا الآن نتحدث عن 9.5 مليار دولار فقط من السلع موجودة في الموانئ المصرية. فلو خصمنا من 9.5 مليار دول مبلغ اسمه سلع الصب اللي هي السلع اللي موجودة بطبيعتها في الموانئ ومخزنة ولن تدخل الأراضي المصرية لكن سيعاد تصديرها. ده معناه إيه؟ معناه أن السلع دي لا تحتاج مني كدولة أن أنا أوفر لها موارد دولارية ولا تتطلب مني ان انا افرج عنها لتدخل الاراضي المصرية. سعادة سفير دي زي ايه السلع الصب دي؟ دي كميتها قد ايه الاول من التسعة ونص دول؟ حوالي 3.4 مليار دولار. يعني من التسعة ونص المتبقين في الموانئ المصرية في 3.4 مليار دولار سلع استطيع ان انا اقول كده لا تخصني كدولة ومش مطلوب مني اوفر لها. يبقى انا مطلوب مني حاليا اوفر عملة لما قيمته 6 مليار دولار فقط من السلع الموجودة في الموانئ المصرية حاليا، وأنا وفرت بالفعل كقطاع مصرفي 5 مليار دولار في 23 يوم. ده مؤشر مهم جدا وإيجابي جدا لقدرة الدولة المصرية أنها إن شاء الله يعني تجد حل نهائي لل 6 مليار دولار وفي فترة وجيزة. احنا الأرقام دي ما كناش بنسمع عنها قبل كده. صحيح. إن الدولة تستطيع في 23 يوم إنها تفرج عن 5 مليار دولار، من ضمنهم من ال 5 مليار دولار 600 مليون دولار تم توفيرهم في يومين الأربع والخميس اللي فات في 11 بنك وفروا ما قيمته 600 مليون دولار
للإفراج عن سلع في يومين، برضو الرقم ده غير مسبوق، ما كناش بنسمع عنه. طب ده معناه إيه أو دلالته إيه؟ أثره كمان على السوق وعلى المواطن. أولا دلالته إن الدولة المصرية يعني في وضع دولاري أفضل الآن. المهم بقى زي ما حضرتك بتقولي أثره ده على المواطن، إن إحنا هيمكن الدولة إنها تزود جانب العرض. يعني إيه تزود جانب العرض؟ الإتاحة يعني. السلع اللي تم الإفراج عنها دي مدخلات إنتاج، يعني المصانع هتشتغل بطاقة أعلى، ولما المصانع تشتغل بطاقة أعلى والسلع اللي داخله دي من ضمنها ايضا سلع غذائيه، يبقى المعروض من السلع الغذائيه هيزيد. طب لما المعروض من السلع الغذائيه والسلع المختلفه يزيد والمصانع تشتغل بطاقه اعلى لان انا دخلت لها مدخلات الانتاج اللي كانت محتاجاها، ده معناه ان جانب العرض يزيد. فلما العرض من السلع والانتاج يزيد فده يسهم في تقليل الاسعار. العامل الاساسي في تحديد الاسعار وفي يعني في التهاب الاسعار اللي حصل في الفتره الماضيه هو جانب العرض، ان هو كان اقل من جانب الطلب. فالخطوه اللي اتخذتها الحكومه النهارده هي خطوه مهمه جدا على الطريق الصحيح. صحيح، ويمكن بتبعث بكثير من الرسائل الطمانينه والاستقرار للسوق المصري، واحنا على اعتاب عام يبدو عام مش سهل على الجميع. ده بكل تاكيد، وده مش كلام يعني، ده كلام كبار الاقتصاديين في العالم ومديري مؤسسات التمويل الدوليه بياكدوا ان يا جماعه ما تتفائلوش، 2023 مش هيكون عام سهل، بالعكس هيكون عام صعب لا يقل عن 2022 اللي هي قامت فيه الازمه الروسيه الاوكرانيه. صحيح. في الاساس لكن احنا كدوله ما يهمنا في هذا ان احنا نحاول نقلل قدر الامكان الاثر السلبي للتضخم المستورد. يعني ايه التضخم المستورد؟ هو التضخم الناتج عن السلع اللي بيزيد سعرها في الخارج وانا بستوردها بعد كده. هي مدخلات انتاج او سلع تمت الصنع، هي سلع انا لست يعني مسؤول كدوله ان انا ازود سعرها، هي جايه لي كده كده سعرها زايد، فكأن انا استوردت التضخم الموجود في دول العالم الاخرى لان انا استوردت سلعه بسعر اعلى. ده هيظل موجود في 2023، لكن على الاقل ما يبعث على الامل ان انا حيدت عاملين اخرين كانوا بيسهموا في تزايد او زياده الاسعار. العامل الاول هو السلع اللي كانت متراكمه في الجمارك لان دي كانت بتاثر على انتاج المصانع، فبالتالي انا بحل هذه المشكله حيدت اثر الزياده الناتجه عن تراكم السلع في الجمارك. والعامل الثاني اللي هو سعر صرف الدولار اللي هو الحمد لله بيشهد الان ثبات في البنوك المصريه، وحتى السوق الموازيه بدأت تتعرض لصدمات كبيرة، وده كويس يعني ان السوق الموازية للدولار تتعرض لصدمات والناس اللي كانت بتضارب على الدولار تتعرض لخسائر لان هم ادركوا ان هم كانوا بيقوموا بمضاربات لا عقلانية على سعر الدولار في مصر. ويمكن هو العمل وفق استراتيجيات تعيها الدولة المصرية وتعي ما يحدث عالميا والظروف العالمية كلها، ده اللي بيبعث بكثير من الطمأنينة والاستقرار للمواطنين، واحنا على اعتاب هذا العام الصعب. بكل تأكيد، وفي نخطط لعام 2023 في عدة استراتيجيات عملنا عليها. الاستراتيجية الأولى هي محاولة زيادة جانب العرض للسيطرة على التضخم. الاستراتيجية الثانية ودي الأهم ودي ثابتة منذ يعني عقود في سياسة الدولة المصرية فيما يخص الطبقات الأكثر احتياجا، هو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. صحيح. في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه احنا لدينا 5.2 مليون أسرة مصرية يعني تتلقى الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة. 5.2 مليون أسرة تم زيادتهم طبعا على مدار الفترة الماضية عدة مرات. مصر زودت الحد الأدنى للأجور مرتين في سنة واحدة اللي هي السنة اللي احنا فيها سنة 22. الحد الأدنى للأجور ارتفع مرتين وده شيء غير مسبوق. مصر زودت 300 جنيه للمعاشات اصحاب المعاشات دعم الاستثمار واصحاب والمرتبات العاملين في الدوله، وده ايضا في اطار يعني جهود الدوله لتوفير بعض الدعم للفئات الاكثر احتياجا اللي هي متاثره بالقطع من تاثيرات التضخم. فشبكات الحمايه الاجتماعيه مستمره في 2023 ودي اللي هتوفر دعم يعني مهم جدا للفئات الاكثر احتياجا خلال هذا العام الصعب. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعاده السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج التاسعه ولكل هذه التوضيحات.